مش عارف يعني يعني مش قادر تبرر حضرتك برضه ولا انا ولا غيري ولا حد ابدا وهو نفسه ما قدرش يبرر نعمل كده. تقول الشيكابالا ايه واحنا برضه يعني لعيب مميز وعايزين نحافظ عليه وعايزينه يعني اتمنى له ان شاء الله اللي هو يلعب في اكبر الانديه في العالم ويحقق لنفسه ولمصر حاجات كويسه. تنصحه تقول له ايه يا استاذ محمود؟ هقول له يا شيكابالا الفرق بينك وبين محمد ابو تريكه انت موهبه فزه فلته ما تتكررش. شوف ربنا عامل فيك ايه. وابو تريكه اللي قاعد احتياطي احتياطي ينزل في نص اجيب 3 جوان. لا تقول لي جوزيه ولا ما اعرفش مين جوزيه اللي هيقول لي الكره تخبط في كتف الباك وتجيله يحطها. لا ده بينه وبين ربنا عمار. بني ادم نيته كويسه وتفكيره في ربنا وفي اكل عيشه وفي شغله وبس. لكن ما افكر في حاجه تاني ولا. وانت ما تطلع وانت ما تطلع دي بتقل منك. ما احنا بنشوف لعيبه كتير جدا اعظم لعيب العالم بتطلع وبتنزل يعني ماهيش مش شايف فيه اي حاجه يعني خالص. وللاسف انت شيكابالا ما خسرتش كابتن حسن شحاته, انت خسرت جمهور نادي الزمالك كله. كل جمهور نادي الزمالك يومها غاضب وساخط عليه واحنا ما بنصدق انت وكنت طالع كويس من زمان من 10 سنين. يقول ده في ولد في الزمالك في الاشبال اسمه شيكابالا. يعني عامل اسم من قبل ما يتشاف وعمل وامكانيات عاليه. ليه دايما يا استاذ محمود في الزمالك بتطلع لعيبه فزه لكن ما بتقدرش تحقق انجازات كبيره؟ يعني مثلا قبل كده كان محمد صابر لعيب جامد جدا وقنبله برضه بطل بطريقه مش كويسه او يعني اختفى طبعا بطريقه مش طبعا كويسه. طبعا ايه السبب؟ المناخ جوه النادي. المناخ جوه النادي مش صعب. يعني انا قعدت عضو مجلس اداره يا بوي. انا قعدت 3 شهور يا بوي يا بوي ورحت خالي على طول. قعدت دورتين عضو مجلس اداره في وقت من الاوقات يا كريم والله العظيم الترابيزتين في النادي كانوا بيكرهوا بعض. الترابيزات فالمناخ جوه النادي انا ما اعرفش سببه ايه. سببه ايه يعني 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 مع ان نادي كبير واسمه كبير ولعيبته كبار وجماهيرته كبيره جدا. جماهيرته كبيره ويتغلب جماهيرته تزيد طبعا. يعني حاجه تجنن. تركيبه غريبه حاجه تجنن. يعني الزمالك ما غلبش الاهلي بقاله 6-7 سنين مش كده؟ وكل مره الجمهور بيزيد واجيال صغيره. يعني يعني سبحان الله ظاهره غريبه جدا. عايزه دراسه زي برضه شيكابالا عايز دراسه. واحد ربنا مديله جوهره. الجوهره مش انه مديله فلوس, لا مديله رجل ومخ يجيب ملايين المجوهرات ويجيب ملايين الدولارات ويجيب ويجيب. لكن سبحان الله هنقول ايه. طيب برضه عايز ابرر حاجه معلش برضه يعني وانا قلت الكلام ده هنا قبل كده ان هو علاقته كويسه قوي بكابتن حسن وكنت بشوفهم دايما تهريج وحب وهزار والوقت الجد جد.